الحقيقه ما اقدرش افصل بين ازمه سد النهضه الحاليه القائمه بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان وبين ما يحدث داخليا في دوله اثيوبيا. الهيئه اثيوبيا عندها حاله من حالات التفكك الداخلي وما يشبه الحرب الاهليه، وشفنا ان تم عقد جلسه في مجلس الامن الاسبوع الماضي للحصول على قرار ادانه ضد النظام الاثيوبي، وبالتالي اثيوبيا تعاني من مشاكل داخليه يعني كبيره ويعني عصيه على الحل، وبالتالي هيكون الهدف الاساسي او المحور الجديد اللي ممكن يعني من خلاله رئيس الوزراء الاثيوبي يجلس لمده اطول في صده الحكم هيكون طبعا الحديث حول الصراع المصري الاثيوبي الوهمي. الحقيقه الصراع ده مش موجود غير في مخيله ابي احمد، وبالتالي هو طوال الوقت يؤثر على ان هناك حاله شد وجذب. بالعكس احنا شايفين الفريق المفاوض من اول عضو فيه حتى وصولا لوزير الخارجيه يتحدث عن المفاوضات ويتحدث عن الحل الدبلوماسي والقانوني لازمه سد النهضه. طوال الوقت اثيوبيا هي يعني من ترعى عن القطيع وتخرج وتقول لا للحل الرباعي لا للوساطه الرباعيه. دكتوره هبه، الازمه خارج اطار الاتحاد. دكتوره هبه، هل يمكن القول ان الاتحاد الافريقي فشل في مهمه الوساطه بين دول المصب وبين مصر والسودان واثيوبيا؟ الحقيقه ما نقدرش نقول انه فشل، لكن هناك محاوله اخيره بتصور ان الكونغو قد تقوم بها في الاشهر القليله القادمه عقب رفع تقرير مفصل من دولتي الوسط بما آلت اليه عمليه المفاوضات خلال الشهر الماضي. دكتوره هبه، الخطوات المصريه والسودانيه المقبله في حال اصرار اثيوبيا على ملء السد؟ بتصور ان هيكون في تصاعد لعمليه الشحن والدعم الخارجي، يعني المفروض يكون في تواصل مصري وسوداني مع باقي دول العالم ومع المؤسسات الدوليه سواء في الامم المتحده او مجلس الامن، وبالتالي هيكون هناك شرح لعواقب هذا السد، بخلاف طبعا العمل الدؤوب والقانوني داخل الاتحاد الافريقي من خلال المجالس الافريقيه، يعني مجلس الامن والسلم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هم حل الاختصاص داخل الاتحاد الافريقي. شكرا جزيلا الخبيرة المختصة في الشأن الأفريقي الدكتورة هبة البشبيشي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة.